الله يسألني عن السمع، يسألك عن السمع يلي تسمع الأغاني. والله العظيم ما دمر قلوبنا للأغاني، وأغاني صاخبة باب الناس ما يمشي إلا يعلي الأغاني. يا أخي شيء يا أخي، ما تخاف من ربي يسلب منك نعمة السمع؟ تكفون يا أخواني اللي عنده أغاني، أترجاكم أبوس إيديكم، الأغاني جيبوها اتركوها من اليوم. والله العظيم ما يخلي نفسك ثقيلة على الصلاة إلا الأغاني، لأن الأغاني تنبت النفاق في القلب. الأغاني تنبت النفاق في القلب. الأغاني بريد الزنا، الأغاني عقدة الشيطان. والله العظيم ما أبالغ لما أقول لك إن أول خطوة للتوبة ترك الأغاني. أقسم بالله المغنيين والمغنيات ما حطوا هذه الأغاني إلا يبون يفسدون قلبي وقلبك، وفعلا استطاعوا. كم من شخص عند الموت تقول قل لا إله إلا الله ويغني ويردد أغاني؟ هذا اللي يبونه المغنيين، وهذه رسالة للمغنيين. أقول توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. كم فتنتم من شباب المسلمين، والله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والله ما أبالغ لما أقول لك يا حبيبي إن ترك الأغاني أول خطوة في التوبة والرجوع لله. هذه أمر قلوبنا، هذه أمر قلوبنا يا شباب. تكفون تهاجب اليوم تركها لله. يا اخوان لا احد يلوم، لا احد ينقد علي لما اتكلم ارفع صوتي. والله ما تكلمت الا حلقه، والله ما تكلمت الا لما نرى كيف يوصل الله وكيف يوصل جبار. والله مدك بالنعم تعصيه وانت معك صحتك، تعصيه والله يعطيك الصحه والعافيه. وين الخوف من الله؟ وين حياك من الله؟ ترى انا غار، والله يا غار. والله العظيم قلبي تقطع لما اشوف شبابنا على المعاصي والاغاني. والله الذي لا اله الا هو كم يد من قلبه يعتصر القلب لما اشوف شبابنا في هم وغم، والعلاج موجود. تعال اقبل يا اخي، اقول اليوم فرصه يمكن ما تكرر، اليوم فرصة ما تكرر. تعال تعال يا الغالي اقبل، اترك الاغاني. ياسر عنده لسان لكن ما عمر تكلم فيه حرام، ما عمر شبك فلان وفلان. والله اعطاني اسلوب، اقسم بالله اللي تقول الله اعطاني اسلوب وتشبك فيه شباب وبنات، قادر ربي ان يخلص لسانك اقسم بالله. فانا اقول احترم نعم الله سبحانه وتعالى.